من ماكدونالدز على شواطئ تل أبيب، أصور لكم هذه المناظر أثناء بعد غدانا. ولا شيء، 10 دورة يعني العشرة بشكل. وهكذا يكتظ المحل بالزباين، ما شاء الله، هذا محل ذهب، يبيع ذهب أو بيعمل ذهب. فاسألوا سمير جودي إذا مش هذا المحل بيعمل ذهب. هذا يوميا بيعمل ذهب. وهكذا أكلنا بيج ماك وننتظر حتى يبرد الجو شوي وننزل على الشط. فنظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة على البحر مش قادرين الناس بيجوا بتريحوا وبيضلوا قاعدين هون ما بيطلعوش. اللي بيتغدى بيضل قاعد، مظبوط. ايوه لبس. هذه الشمسيات زهرية أو حمراء. ما شاء الله ما شاء الله. فننتظر الجو حار جدا مع رطوبة، لو بدون رطوبة بيكون محتمل، أما ارتفاع رطوبة الجو فيه شواطئ تل أبيب هي التي تمنعنا من المشي وحرمتنا من المشي على الشواطئ، وهذه الشواطئ منيحة في الليل. هذا الواحد بيقدر يحطها هيك إذا وضعناه هكذا، لا هيك ما شاء الله. What?
والله فعلا انه ما إله إلا غير الله. شو هذه العمارة؟ شيراتون تل أبيب. أرى من بعيد آلاف الشمسيات الزرق. بس تبرد شوي الدنيا إن شاء الله، لازم نروح عليها. هذا 6 دقائق. وأرى راس سمير جودي قاعد في مقدامه. إلى هنا وانتهى. يا الله، ترجمة نانسي.